عرفه ديال الكورتي هو منظم ديال الطاكسي، الطاكسيات هو اللي كينظمهم، كيشد لهم النوبه ديالهم باش ما تكونش الفوضى، وكيوري الكليان فين يركبوا داكشي بالنوبه. الا ما كانش الكورتي يعني كتكون غتكون الفوضى. كاين مشاكل ديال ستاسيون، بعدا انت كتشوف ما عندنا ستاسيون بارتيكولي، معمر لنا شي 3 سنين وحنا كنهضروا على هاد باش يدار لنا ستاسيون، ما كاينش ستاسيون. وزائد عاوتاني ما كاين لا تغطيه صحيه لا والو، لا حتى حاجه، ما عندك حق حتى في حاجه. اين فوا تريح، راك من صباحك راك واقف خدام، راك خدام امارش. الدور ديال الكرسي هو انه خاصو يقوم بالواجب ديالو، يتعامل مع عباد الله. والكرسي خاص اول حاجه يكون عنده حتى واحد المستوى دراسي، ماشي غير يكون كاينين شي وحدين اللي ما عندهمش مستوى ولكن تياخذوا عليه واحد النظره خايبه. اما الكرسي هو اللي خاصو يعرف كيفاش يتعامل مع الزبناء. الدور ديالو انه تنظم الطاكسيات، تقيد النمره، تعطيهم كل واحد شنو بغا، فهمتيني، او تعطيهم البلاصه اللي بغا ليها هويا، كتعطيه كتشارجي ليه البلايص ديالو. وكتعرف الانسان الوقت، حنا عايشين في المغرب، المغرب انك خاصك تخدم في اي حاجه، فهمتيني، الا كان شي واحد اللي كان رجوله راه تيخدم في اي دومين هذيك. والحمد لله هادشي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، وكنرضوا باللي قسم الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. بالنسبه للبطاقه المهنيه، هي بطاقه منظم، ما كاينش فيها كرسي، بطاقه منظم، هاي من الاتحاد العام شغالين بالمغرب، هاي نقابة مهني سيارة الأجرة الكبيرة بالرباط، الاسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والمحطة، وتعطوك الصالحه الى غايه ما. هذا الشيء اللي كتخولك، كتبين لك بانك راك انت ماشي غير محطوط غير هكاك، راك محطوط يعني انت راك قانوني. هو بحكم هذه الخدمه هذه اللي كيدير، حتى حنا كنعطيوه واحد النصيب ديالو، حتى هو كياخذ واحد النصيب ديالو على اساس انه راه خدام معنا في العوض. بان الانسان مثلا الا جيتي تشوف هنا كتلقى الاغلبيه ديال الكرسيه ناس ماشي صغار، ناس كبار شي شويه. كاين اللي تيكون مثلا خدام في الطاكسي، فمني ما كيلقاش الخدمه في الطاكسي كيجي كيدير كرسي. حنا بالنسبه لنا الشروط هنايا باش يكون الانسان كرسي، حنا ما كيكونوش عندنا شروط، حنا عندنا مساعده مع بعضياتنا، حنا كنتعاونوا مع بعضنا. بحكم على ان هذاك السيد اللي غادي يولي كورتي غيقدر يكون في الاسبقيه وقديم وقبل، غيقدر يكون شيفور، وغيقدر يكون حتى هو عارف المهنه، لان ما غيمكنش يجي واحد من برا ويقول لك انا، ويقول لك انا غادي ندير كورتي. بحكم اش من حرفه عندك انت باش غادي دير كورتي؟ كيفاش انت غتعامل مع هاد الزبائن هادو باش غادي تقول انت راك كورتي؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.